إهامات على الهواء مباشرة من خلال التلفاز. إنهم يسموننا قتلة. غير ربي ما قالوش الجيش الوطني الشعبي هذا مستورج من الخارج. إن التهمة الوحيدة التي لم يوجهوها لنا هي أننا لم نكن جزائريين حقيقيين. لقد نسوا أن هذا الجيش هو جيش البلاد. لقد نسوا أن هؤلاء الجنرالات الأعضاء في القيادة العليا الذين ترونهم هنا هم أبناء الجزائر. إذا كان السؤال هو إن كان الجيش في الماضي قد تورط في المشاكل السياسية لبلدنا، فسأجيب بنعم. قلنا أيضا لقد هزمنا الإرهاب حتى لو استمر في قتل بعض مواطنينا، لكن الإرهاب هزم. ومن ناحية أخرى فإن الأصولية لم تتأثر. إن هذا صراع سياسي، صراع اقتصادي، ولكن لسوء الحظ فإننا لم نحقق كل أهدافنا. Elle n'a pas encore atteint ses objectifs.